والسلام عليكم ورحمة الله. مرحب الساعة، مرحب الساعة، مرحب مليون فيكم في سلسلة سيتي سكاي لاين. سيتي سكاي لاين طبعا نفس الحلقة الماضي طلبتوها وايد، وين سيتي سكاي لاين وين كذا، أدري محاكي الألعاب بعد في الدرب إن شاء الله تخلونا ونقضي عليه. سيتي سكاي لاين، هاي أحمد خطاب الديو تيشنل، وبهذا تنتهي مدينة أحمد خطاب. خلاص استوى عنا مدينة أحمد خطاب، ما بنسوي مدينة ثانية، الحين لازم نسوي مدينة ثالثة الحلقة الجاية بعد ما خلص مدينة أحمد خطاب. بنشوف تبون مدينة منو الحلقة القادمة انتو بإذن الله. فتح العماير، أبو عماير عشاق، أبو عماير. شوف يا أحمد، أنت اللي بديت مدينتك دخلت على العالم، شيء اسمه عماير بس عشان تعرفون كيف. سوري. بس في النص انا بأحشي باركنات بصراحة، بأحشي شوي باركنات ما الغصب، لان عماير وقبل لا ينبنون خلنا نحط عند العماير باركنات اساس يوم احطي قانون لحظر اي شيء، عمارة ولا باركن. سوري. زين، العطسة القاتلة هاي يسمونها، التي قسم الظهر البعير. لحظة، نحن عندنا الحين ايش اسمه، اويل باور ستيشن، خلنا بس نمتد نحط عماير بدون كهرباء. والله اجيب العيد، انا ابوني جايب العيد. خلنا نقسم هاي شوي. اوكي، خل على اللفه اني على الكهرب، اعطيني الكهرب. ما نبى نيو بلدنج مالك، بس نبى نشوف هني لانه وايد مهم مطافي، وما عندنا مطافي في الصناعيه. بنحطيه عند الكهرباء، وبنحطي لنا عيادة حق الصناعية، لازم صناعية. يعني إصابات هني مفروض إنها بسيط سهلة، يعني حطي مقبرة، مقبرة دائما مفروض أسويها بروحها، بس أي عندي كم واحد أبا سيمتري. لحظة، تذكر ابا. انزين، بي تو بي كولكشن هاي شل 9000، بيشنت كاباسيتي كولكستد بيبل، هاي شكلها زينة وصغيرة. وعندي العيادة مرة مغسلة. اما رياليستيك سيمتري هاي بتكون هني على نهاية المدينة، الناس اللي يزورون موتاهم هني يكونون. مش هني، بالعكس، إن هاي مدينة ورا المدينة نوعا ما هي. اوكي، خلنا نسوي زوم من لحظة. ايوة، هنا واحدة هني، لازم يكون شيء واقعي شوي. هو مش 100% واقعي، بس في بالي فنس بعد، اللي هو نجيبه من السيرش. يكون عندنا فنس، هذا احس شيء قديم، مش قديم يعني طابوق. طوبيق ونيب تول مالنا نسوي حق، لحظة ويت، حق هاي الكوبي و بيست نسوي حق هاي. على فكرة انا اقدر اوازن اللي دار، بس انا مسوينا بالطريقة هاي اللي ما اعرف، احس المقابر دائما بالطريقة هاي. كوبي
بيست بيست بيست، شوفوا نازل مع اللغة. is nice، ما أعرف على الأقل أنا أحس إنه نايس، يمكن مش نايس. أنتوا شو تحسونه نايس ولا مش نايس؟ العطسة هاي ذبحتني ترى، قتلتني. وين صارت؟ عفا اوكي نسوي من قدام بعد شوية. مو بيستوي صح؟ بيستوي حبة واحدة. لا خلنا تشي حوطة. هو لو كنت ردتنها شوي ورا مسوينها شارعي مجابرين بعض الشارع في الوسط يمر كانت حلوة، ممكن نعدل عليها في المستقبل مش غلط يعني، مش غلط ابدا. ما شاء الله عمارة وكبرها، انا مكان فاضي حق خدمات اللي هم واحد اثنين ثلاثة. ما بمد هني سوري، المفروض يكون يوتر. نحط لنا شوي هني، والحين وقت الشركات. الشركات بشيل هاي من هني، بجمع الشركات في حوض واحد. بس الشركات شو علتها الحين؟ الشركات راح تطلب مني ناس تعليمهم اعلى من الصناعية، حلو. بس هذا في نفس الوقت مش عيب، لان نحن المفروض ان نحن نحط الحين الجامعة، المفروض ما يكون عندنا مشكلة مع منو، مع ان نحن نحط ولا محتاج احتياجنا الناس اكبر. واصلا نحن في وشو، في منطقة تعليمية. الصبر منطقة تعليمية اصلا قبل لا نسويها شو ناقصنها؟ فلوس بتيجي الحين، بس خلكم فلوس. بس الحين نبى لا حدايق، ابا كان في عندنا ملعب، نحط شوي ملاعب هني. مكان تعليمي، وجزء من التعليم انك تخلي الناس بصحة جيدة جدا، حلو. مو مشكلة عادي عادي، بنبني غيرها. انا اسف ايها السكان لكني قتلتكم، حيث اني في قرقور وضعتكم. لحظة وين نسير؟ نحن نبع عماير، عماير ناس في نهاية منطقة اكثرها استوت عماير خلاص. بس داخل بسويها بيوت بعدين، اي شيء تحت هذا بيت. هني عمارتين الثلاث، هني بيوت، وهني جامعة. أفا هذا العلم كيف جامعة وايد أكبر ما أنا توقعت. قتلت حسابات الجامعة عادي مو مشكلة. شو بنسوي؟ بني بهذا اسحب، خل اشغل اللعبة، اسحب هني. تشوف الجامعة تركب هني ولا ما تركب؟ ايوه بتركب، بس شوي بالي اعدل الشارع شوي. اتمنى بعدل، اتمنى. ايوه حطي جنبها العماير السكنية اللي هني، هي اللي على اساس شو سكن الجامعة هاي. ان شاء الله يبنون شي عادل. حطي جنبها محلات تجارية، ما عندنا مول، يبالنا مولات. ايوه بوش مول، مارينا، ما عندنا. اظني المولات هاي كانت. كتبت مول؟ لا طبعا هاي ما بحط مكان شي شغل. هاي صغير، كم فلوس يبغى لها هاي؟ 35,000 مش بطال، بس مش وايد. انزين الحين بدي اشتغل على المواصلات البحرية شوي عشان اخلص. اسوي مينا اساسي جدا اساسي، يعني مينا ما يحتاج يعني بجد خرافي، لا منه يحتاج شيء بسيط.
بس خلونا نشوف كيف وين يركب المين الحين. يمكن ما يركب هنا حسب الخطوط البحرية هنا. أوه لا بيركب أظني، بيركب. حتى المنطقة التعليمية ولا على الدوار؟ لا بحطي على الدوار، حطي على الدوار. ها فيري ديبوت، أنا مو فيري ديبوت. لحظة 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 لحظة، ها كم سكن؟ واه 28,000 واحد، أنا عندي 8,000 نفر. بعدني مبطي، أنا أحسب افتح فيري غير، وهذا غير. بس مترو موجود، خلنا نسوي مترو بالمدينة داخلي. قصدي أول المدينة، يوه أول شي حطيناه. كم سعر هذا؟ ستيشن 15,000. خلني أحاسب كيف أحطيهم. نبى واحد في الصناعية في مكان نفسه هني، بعد أقدر أوديهم لين هني. أوكي بنحط مترو مدخل المدينة، حطي مترو في قلب المدينة هني هني. خلاص أظني هذا متروات أكثر مو نبه، إلا إذا بنحط لنا مترو هني. هذا كلام ثاني، حتى أكثر من مترو والله جايزة، لأن المترو أول شيء ما ياخذ مساحة كبيرة، والثاني شيء المترو راح يوصلنا كمية ناس مش طبيعية فعلا. كمية الناس اللي راح يخدمها المترو تكون كبيرة وايد. ما يبقى لنا مترو هني، والله ما ادري اذا يبقى لنا مترو هني ولا لا. اتشاور، احس انه مرات يبقى لنا ولا ما يبقى لنا، يبقى لنا ولا ما يبقى لنا. مترو هنا في الوسط، بس عندهم مترو. خلاص شوف، واحد اثنين، انا بحط هنا مترو. هني والله احس انه مشروع ناجح المترو هذا، بس كيف الوصلات بينهم هذا موضوع ثاني. يعني نحن بنحتاج نوصل بينهم بكل الأحوال، والله بكل الأحوال راح أوصل. وصل بس تسوي دائرة كبيرة ولا تسوي بين كل محطة ومحطة وخلاص، ها موضوع ثاني. خلي كل محطتين يسيرون على بعض، ولا أوصل للنص وأرد، خلي نقطة تطلق بينهم. يعني هل أجيب المترو؟ واحد اثنين، هي اظني هذا اوكي، هالخط بيكون اوكي. هذا مترو واحد شغال صح، والمترو الثاني كيف يكون؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست. شوفوا بالطريقة هاي، ونجيب لنا هذا. لحظة خلنا نوصل، خلنا نوصل باقي ويت. اوكي نوصل هاي هنا. المترو الأخير يكون يحرك من هني 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 ويرجع نفس المكان. اثنين، شوفوا يكون ثلاث خطوط مختلفة للمترو، ان كل حد يقدر يروح اتجاهين. يعني هالمدينة بي هذا الستوب وبيروح لين هني، اذا حد بيروح بس من هالمدينة لهالمدينة راح شوي ينكب. لا بعد ما راح ينكب، راح يكون زين، راح يكون وايد زين. المترو راح يخدم الحين عدد كبير من الناس صح. اوريدي المترو قام يشيل الناس، ترام ما عندنا حد صح. ممكن تسوي خطط الأساسية المدينة ترام يعني.
بس هذا شكله ممتاز يعني. اوكي يعني وايد اوكي وايد اوكي. بس شو اخبار الماي؟ كهرباء؟ مش كهرباء، مو المفروض تكون طيبة الحين. الحين شو بنسوي؟ بنحشي شوية اماكن ما كان عندنا قبل. الحين استوي عندنا عماير، كان في فراغات. انا احس فكرة سيئة بس لا مش سيئة وايد. بعدنا شارع داخلي عند الحدايق هني، عماير صغار عندنا. نبا انا بوصل لهم ماي لحظة. نبا مكان نقدر نحشي فيه شوية عماير. ويت ويت، مكان ممكن نحنا نسوي عماير هنا تحت، بس انا ابى شيء يتمركز قريب هذا غير يعني. بعدنا في مدينة احمد منو احمد خطاب يعني. اذا ماي تمام هذا تمام، ما يمكن حتى الحين شوي احس بيستوي الضغط على الماي اصلا. يمكن اغير مكان الماي كامل. ها زين، حطينا بيج ماي. انا احس ان هذا منطقي اكثر من البحر. زين وسوي شوف الجراوند بلوشن ويت بعيد عنا. اوكي ان شاء الله ما حد بيمرض. بس الموضوع مش بس هني. لحظة ويت، شو اخبار العيادات وهذا؟ شوف المطافي تعبان عنه جدا الخدمة، مش جدا جدا يعني. انا ممكن هذا يخدم سكتر كامل، بس هذا ممكن يغطينا هذا واللي بعده والشرطة كذلك. اذا حطينا واحد جو بيغطي وايد. بس الحين ان اماكن الصغيرة اللي كانت تكون مثلا، شوفوا انا شو اشوف الحين مثلا المدخل الى المدينة عندنا نحن موين من هنا صح؟ انا احس هاي المفروض يكونوا عماير خلاص، لان هاي الواجهة صح؟ يعني مثلا هاي شو دكاكين؟ هني ممكن يكون دكاكين اللي يدخل المدينة. شوف دكاكين ها شو حاطين احنا؟ فاير هاوس. خلينا نحط الفاير هاوس الصوب الثاني. اوكي هذا فاير هاوس، ها بوليس ستيشن شي، هذا ميديكال كلينك صح. الصوب الثاني اساس ما خرب الدنيا. بس شو نوصل الشارع سيدا واللي يدخل المدينة يحصل إدامة مواير تجارية بالطريقة هاي، يعني تخدم فئة كبيرة من مجتمعنا نقدر نقول نحن مثل ما تقولون المنطقة الكبرى. لكن في شيء بعده ناقص يعني. الحين الحد احسه عادي كاجوال، فاحطي بارك وين هني. اوكي اوكي اوكي، انا بسوي برجات ممر ناس عادي، بنسوي باركنات هني حق المنطقة يعني. نسوي الحديقة إذن لا في المستقبل وين؟ شوفوا حدد الحديقة، الحلقة القادمة راح تكون الحديقة إن شاء الله. الأرض هاي الحديقة. أوكي تكون هني. بالضبط بالضبط يتعدل يعني، هو مو بيكون بالضبط الحين اكيد عشان اكد لكم اياه. اوكي لان حتى هذا ما راح يكفى حق الباركن، بس انه بيكون بالطريقة هاي هني باركنات وعقب حديقة وغيره. بس مساحة وايد حلوة حق ملاهي، ونوصل عقب في شوارع قدام بس عشان ما يوقفون يلفون على الفاضي. ضايق لجدام وهذا
أمورهم طيبة جدا. هاي كانت ظني حلقة اليوم. خلاص ما راح نجي تستوي لنا مدينة صغيرة اسمه السيتي أو انترسكشن. صرنا انترسكشنز. نايس نايس. مرة أشوف بنحصر هاي ما نباهم بس هاي زين زين. فا أكل أنت تعرفون أظني خلاص 7000 موسم نحن سوينا سكايب. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.